القصة المشهورة قديس متياس الرسول راح يبشر في بلد ما، ما هقولك على اسمها دلوقتي. بعدين لما بشر فيها الوثنيين هناك اتغاظوا منه، ملك الوثني قبضوا عليه مع كل الناس اللي امنوا بالمسيح على ايد متياس وحطوهم في السجن مزمعا ان يقتلهم كلهم. سمعت الست العذراء وهي بسيطه وغلبانه، سمعت ان متياس كان بيبشر في حته، يا عيني الست العذراء كانت ساعتها لسه عايشه ما انتقلتش، لسه في حالها وهي في الجسد يعني. وبعدين يا عيني جت الاخبار انه قبضوا عليه، هي غلبانه ما بتعرفش هو فين، يعني في اي بلد في اي حته. فاتصلي قالت له كده بالنص، يا يسوع متياس ما عرفش فين، كان بيكلم عنك ويبشر عنك وقبضوا عليه، هنعمل ايه بقى؟ شوف هتعمل ايه. قال لها يسوع طبعا يعني مش محتاجه يعني، قال لها بصي هو في حته اسمها بروتس دي تبع الهند. كلام غريب يعني. طب هنعمل ايه؟ قال لها طب بص ادي سحابه اهي اركبي روحي هناك وهتخلصي الموضوع. طب حاضر. ركبت السحابة الثانية بقت هناك، نزلت مع السحابة لقيت واحدة ست كبيرة في السن بتعيط. تلاقي ستي بتعيطي ليه؟ تلاقي ابني عيان قوي وانا كان امل كبير ان متياس يجي يصلي له بس الملك قبض عليه وحطه في السجن وحيموته. قلت طب فين ابنك؟ لها ابني هم حطت ايدها باسم المسيح خف. ايه ده؟ طب فين فين السجن؟ قلت لها السجن. راحت وقفت الست العذراء على رجليها، مش لقيت السجن مدجج بالسلاح، ناس كلهم معاهم سلاح، السجن عالي قوي قوي. قالت لي يسوع السجن بالمنظر ده ايه؟ خلاص حول الحديد لايه؟ لسائل ميه. فكل الحديد سال، الدنيا بقت مفتوحه، والعساكر اللي بصوا للسيوف اللي هو ايه سالت. طلع متياس ازيك يا امي وبتاع، الناس بقى مساجين. الخبر وصل للوالي بتاع الوثني قال لهم ايه ده؟ هل في واحده ست جت من شويه دوبت حديد البلد احنا هنضيع؟ قال لها طب هاتوا الست دي شوف جت. انت ايه ده عملتي؟ ايه اللي انت عملتي ده؟ بعد جاب الحراس قال لهم كل اللي طلعوا من السجن بما فيهم متياس حالا يتقتلوا بالسيف. قالوا له جلاله الملك ما فيش سيف، كل السيف دابت، لا في مخزن ولا غير مخزن دابت. لا ايه الحكايه دي؟ قال لها طب بصي انا عندي ابني عليه روح شرير وبيبهدله مش حد عارف يطلعه. قلت له طب هاتوا. دخل الولد ابن الملك وعليه روح شرير فسرق الشيطان. مين؟ أم الله الوحيد، أم المسيح المخلص، طلع ما استحملش. فالملك لما شاف كده قال إيه ده؟ أنت مين؟ قالت له أنا أم المسيح أم الله. قال لها طب أطلب منك طلب، ممكن تاني ترجعي الحديد حديد؟ كده هنعيش إزاي؟ قلت له خلاص الحديد يرجع حديد. رجع حديد كل البلد بما فيهم الملك. عمل ايه؟ امنوا وعملوا كنيسة مكان السجن. وزي ما جت على السحابة رجعت تاني على السحابة. لكل ما في الامر انها سمعت ان متياس في ازمة في الدنيا. هي كده تسمع ان حد في ازمة يعمل ايه؟ تنقذه، سواء قلت ولا ما قلتش.